حياتنا ما تنعقد الجلسة اليوم. ما أنا أطلب من الشعب العراقي إذا أراد أن يكون حال الثورات العربية اللي كانت، ومع شديد الأسف ها وإحنا الشعب العراقي لنا تاريخ في الثورات، خرجوا وشوفوا إذا مقتدى الصدر راد عليكم فرض عليكم رئيس جمهور رئيس وزراء، ذاك الوقت تقول مقتدى الصدر والله راد من عندنا هيش. لا لا حبيب، مقتدى الصدر يريد الشعب كله يخرج حتى الشعب يكون هو قائد نفسه.